أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية. ولكن بعد جولة في أهم العناوين، في القدس العربي رايت سويتش تقول إن محاكم التمييز العراقية تتجاهل مزاعم التعذيب. في البصائر تسجيل عودة نحو 1000 نازح لمخيمات شمال العراق خلال شهر واحد. في المدى جلسة ساخنة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد رفع فيتو الحكومة. في الهيئة نت آلاف العاطلين من حملة الشهادات في بغداد وتعيينهم يتطلب 3 سنوات. في الخليج الإماراتية الاحتلال يعتقل وزير القدس ويستدعي محافظها ويستبيح رام الله. في الشرق الأوسط تعنت إيران يجهض اللقاء الفرصة وترامب يمنع دخول المسؤولين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة. وأخيرا في العربي الجديد، نص مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني يعزز الاتهامات ضده. أهلا بكم الآن إلى زاوية المقالات، والبداية بهذا المقال. وفي مفتتحه يقول كاتبه: بعد أكثر من عقد ونصف العقد من النفي والإنكار الممنهجين لحكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق، أصدر مجلس القضاء الحكومي هذا العام بيانا أعلن فيه عن عقد اجتماع لبحث قضية المفقودين والمغيبين في البلاد، متجنبا استخدام مصطلح المختفين قصرا، التوصيف القانوني لطبيعة القضايا المستهدفة. أيمن العاني يصف في موقع الهيئة نت، يصف بيان مجلس القضاء بأنه محاولة جديدة للتملص من المسؤولية والتحايل على القانون. على أثر الاجتماع المذكور، تم السماح لمحاكم التحقيق بتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحالات المفقودين وليس المخفيين قسراً، وحصر قبول النظر في القضايا تحت مفهوم فقدان شخص الموصوف بمواد القانون المدني العراقي. وهي بذلك لم تكتفي بموقف المتستر على جرائم الإخفاء القسري، بل خلطت الأوراق وتلاعبت بالمفاهيم القانونية لحرف مسار القضايا العالقة من حالات إخفاء قسري تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية إلى حوادث فقدان أشخاص تقع ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وتقيد غالبا بنهاية المطاف ضد مجهول. وهذه الخطوة محاولة متعمدة أخرى من مجلس القضاء للتغطية على الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة بحق أبناء الشعب العراقي، التي تعد جرائم صارخة ضد الإنسانية وجرائم حرب بمشاركة المجتمع الدولي أو صمته، ولا سيما مع الاستخدام الواسع لأماكن الاحتجاز السرية من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وانتشار التغييب القسري للمدنيين على أيدي تلك الجهات. وفي قراءة سريعة للكم الهائل من حالات الاختفاء القسري التي تم الإبلاغ عنها، ولا سيما تلك التي وقعت خلال السنوات الخمس الماضية، نجد الكثير من القرائن والأدلة التي تثبت تهرب السلطات القضائية الحكومية من المسؤولية أو عجزها عن النظر في مثل هذه القضايا. الكاتب أيمن العاني يرى أن التستر الحكومي على ارتكاب الانتهاكات في العراق والعجز عن مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق المواطن العراقي الأعزل يعد سبباً رئيساً آخر لإنس فيما تبقى من مظاهر سيادة الدولة في العراق، بعد أن تغير مفهوم السيادة الوطنية دولياً لتصبح مرهونة بمدى تحمل الحكومات مسؤولية احترام حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم. إلى المقال الثاني، تنساق العديد من الصحف والآراء والتحليلات الراصدة للأحداث تنساق وراء موجة يراد لها أن ترتفع أكثر في المشهد العراقي، والحديث هنا يتعلق بالصراع التنافسي بين شريكين يتبادلان الخدمات خلف واجهات الصراع، أحدهما دولي مسيطر والآخر إقليمي يرى في متطلع
أو يرى جهاد بشير في مطلع صحيفة البصائر أن طهران لن تكون منتصرة على حساب واشنطن في صراع النفوذ بقدر ما هي شريك مربح وخادم منتج يشاكس بين حين وآخر من أجل مساومة الشريك على مكاسب جديدة. ما ذهبت إليه مجلة ناشونال انترست بأن طهران تبدو هي المنتصرة بوصفها أحد طرفي الصراع في المعركة على النفوذ في العراق مع واشنطن. ضرب هذا النوع للرؤى القائمة على اعتبارات سياسية، لا سيما مع علو أصوات الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين التي بلغت ذروتها مؤخراً بتصريحات صدرت عن نانسي التي تقول فيها إن الكونغرس سيمضي قدماً في إجراءات محاكمة ترامب في تمهيد لعزله، ولا ريب أن ورقة إيران في ظل الأزمة التي تشهدها المنطقة رابحة لحسم مزيد من الجولات لصالح خصوم ترامب، حينما توظف على أنها نتيجة للسياسات الخاطئة الأمريكية التي منحت طهران مزيداً من النفوذ في العراق وسوريا واليمن، وهيأت لها أسباب القوة والسلطة علاوة على اتصافها بجنون العظمة، كما تقول الانترست التي برأت إدارة بوش الصغير من دورها في تضخيم حجم السطوة الإيرانية بعد احتلال العراق، وسلطت الضوء على إخفاقات في السياسة الخارجية لإدارة البيت الأبيض الحالية، وتلك واحدة من الإشارات الدالة على أن ما يجري في محاولات لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن إيران على وشك أن تتجاوز واشنطن في سباق النفوذ مجرد صولة سياسية لكسب خطوة أخرى في مسار التنافس نحو الانتخابات الأمريكية المقبلة. يقول جهاد بشير متابعا في مقاله إن الواقع العراقي يكشف أن النظرية التي تساق لإظهار خطر إيراني على أمريكا ما هو إلا محض هراء وليس لها أثر ملموس في الميدان الذي تحمي فيه طائرات التحالف الدولي تجمعات الميليشيات الإيرانية وتسمح لها بحرية الحركة لممارسة أنشطتها ذات الأهداف الطائفية الممهدة لإجراء تغيير ديموغرافي وسياسي واستراتيجي في الحواضن التي سبق لها أن رعت المقاومة العراقية وهيأت لها وسائل القوة والاستمرارية. إلى مقال جديد، وفيه قالت صحيفة العرب اللندنية أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القصير إلى المملكة العربية السعودية رافقتها توقعات بشروع بغداد في جهود وساطة بين الرياض وطهران لخفض حدة التوتر الذي بلغ مداه خلال الأيام الماضية إثر تعرض منشآت نفط سعودية لهجوم توجه تصابع الاتهام به إلى إيران والمسؤولية عنه. وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة عبد المهدي كانت نقل رسائل بين الرياض وطهران لأن بغداد في وضع لا يسمح لها بأن تكون وسيطا بين الجانبين. الحديث بشأن وساطة عراقية بين الرياض وطهران بدا مفتقرا للواقعية نظرا لعدم امتلاك بغداد لمؤهلات النجاح في مهمة بمثل ذلك التعقيد، فشلت فيها أطراف أخرى تفوقها خبرة وقدرات، فضلاً عن افتقار العراق لعامل الحياد الأساسي في أي وساطة، فقربه من إيران يرشحه أكثر للعب دور ساعي البريد أكثر من قدرته على القيام بدور الوسيط. واختلفت المصادر في توصيف الجهد الذي تبذله القيادة العراقية بين من ذهب إلى الحديث عن مبادرة عراقية مفصلة للوساطة وتهدئة التوتر بين طهران والرياض، ومن ذهب إلى أن رئيس الوزراء مجرد ساعي بريد حمل رسالة إيرانية للسعودية على أمل نقل الرد السعودي إلى إيران. وبالمقابل التقت أغلب المصادر على أن التحرك العراقي جاء مدفوعا برغبة من إيران التي طغت على خطابها نبرة التهدئة مع السعودية إثر العاصفة الدولية التي أثارها قصف منشآت أرامكو. ويذكر هؤلاء بأن العراق نفسه لا يزال يرد اسمه كطرف محتمل في الهجوم على المنشآت السعودية، حيث لم يتم إلى حد الآن
استبعاد سيناريو انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في القصف من أراضيه وعلى يد بعض الميليشيات التابعة لإيران هناك. وبحسب الصحيفة فإن مخاوف الحكومة في بغداد من أن تطالها تبعات الهجوم على المرافق النفطية السعودية وارتداداته تساهم في فهم تحرك عبد المهدي صوب السعودية وطابع الاستعجال الذي ميزه. وقال مصدر عراقي إن عبد المهدي ذهب إلى جدة لتوضيح الموقف والتبرؤ من استهداف المنشآت النفطية وليس لوساطة يعرف مسبقا أنها غير مؤهلة للاطلاع أو أنه غير مؤهل للاطلاع بها وتمثل بالنسبة إليه مضيعة للوقت. الآن إلى مقال آخر وفي مطلعه: ونحن نشاهد صور سحل وضرب الشباب أصحاب الشهادات العليا الذين اعتصموا سلميا أمام مجلس الوزراء مطالبين بفرص عمل، هل سألنا أنفسنا عن أن العراقيين الذين قدموا كل هذه التضحيات من أجل الديمقراطية التي يتغنى بها معظم المسؤولين يجدون أنفسهم اليوم وكأن شيئا لم يتغير، وأن الأجهزة الأمنية لا تزال تمارس دورها القمعي الذي مارسته على شباب تظاهرات 2011 ومع المحتجين في البصرة أيضا؟ هذا ما أشار إليه علي حسين في مقاله المنشور في صحيفة المدى. من باب التذكير فقط أحيلكم إلى خطابات ومناحات قام بها أعضاء في مجلس النواب وهم يشاهدون الشرطة البحرينية تستخدم العنف في تفريق التظاهرات والتي كانت في المنامة وليس بغداد. ولا أريد أن أذكركم بالخطاب الحماسي الذي ألقاه آنذاك إبراهيم الجعفري تحت قبة البرلمان العراقي وطالب الحكومة العراقية وهو دامع العينين بأن تعلن الحداد حزناً على شباب التظاهرات في المنامة الذين تعرضوا إلى ضرب بالهراوات مثلهم مثل شباب التظاهرات في العراق، بل إن في العراق غيب العديد من المحتجين وقتل بعضهم دون أن تدمع عين مسؤول عراقي. لنترك دموع الجعفري التي ربما يذرفها الآن بسبب غيابه عن شاشات الفضائيات ونطرح سؤالاً بسيطاً واحداً: من المسؤول عما يحدث؟ المواطن المحاصر بالبطالة وسوء الخدمات والأمراض والفقر، أم الحكومة التي تعهدت بإطلاق الوظائف ومعالجة الوضع الاقتصادي وتقديم الفاسدين إلى القضاء وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة وإعلاء شأن التنمية ومعها الرخاء والعدالة الاجتماعية؟ لنكتشف بعد هذه السنوات العجاف أن الجميع طلاب سلطة وليس طلاب عدل وتنمية وبناء. الكاتب يقول إنه في كل يوم يكتشف المواطن العراقي أنه على حافة المجهول، والمجهول في كل مرة مؤلم لأنه يتعلق بمستقبل الملايين من الناس الذين لا تعنيهم معركة أحزاب السلطة على كراسي الحكومة ما دام الخراب يخيم على مؤسسات الدولة. إلى المقال الخامس الآن وفي مستهله: ليس أخطر من الوقائع سوى التوقعات في قضية الاعتداء على منشآت النفط السعودية. خطورة الوقائع تبدأ من استهداف سيادة بلد واستقرار منطقة والتزام أمريكا أمن الطاقة العالمي، ولا تنتهي بالعجز التكنولوجي عن كشف الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة. رفيق خوري يتساءل في صحيفة إندبندنت عربية: ما الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى التردد في الرد على التحدي ثم التصرف كأن التحدي محصور بالسعودية وتطورات حرب اليمن؟ أمريكا حذرة من الرد هربا من حرب شاملة ومحرجة إن لم ترد، وهي اختارت حتى إشعار آخر تجديد العقوبات على إيران وإرسال 100 عسكري أو أكثر إلى السعودية والإمارات للمساعدة في الدفاع الجوي. لكن إيران التي تكاد العقوبات الأمريكية أن تخنقها يزيدها تجديد العقوبات حرصاً على تصعيد الردود تحت غطاء الوكلاء لئلا تواجه حرباً شاملة، وهي كالعادة تبالغ في الحديث عن قوتها وتنصرف كأن القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة أهداف للصيد وليست أداة للردع.
ومن الصعب أن يتغير هذا التصور إن لم تمارس أمريكا ردا يكرس الردع بالفعل، وهي لم تفعل ذلك حتى عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية في بداية الصيف. واشنطن تدور أوسع إمبراطورية بلا مزاج إمبراطوري، فهي تريد أن تتحكم بالعالم وتجعله على صورتها ومثالها من دون أن تبدو كإمبراطورية. والتحدي الأكبر اليوم في مواجهة مشروع إمبراطوري إيراني جديد. بوش الابن قدم من دون أن يحسب هديتين لطهران بإسقاط عدوين لها هما نظام طالبان ونظام صدام حسين. وترامب يبدو كأنه هدية من السماء لإيران وروسيا والصين، فهو يهدد بأعلى صوت من دون أن يحمل حتى عصا رفيعة، إذ قادته حساباته السياسية في اللعب مع إيران إلى الخيار الأسوأ، إما تصعيد غير حكيم وإما تراجع مذل. ويرى الكاتب رفيق خوري أن الرهان على الوقت كان ولا يزال من أسلحة إيران، والمفارقة أن ترامب المستعجل عادة بات يراهن على الوقت، ولا أحد يعرف مصلحة أو لمصلحة من سيلعب جنرال الوقت في لعبة بالغة التعقيد وكثيرة اللاعبين. عقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية علقت على إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس على خلفية المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس أوكرانيا، والتي قيل إنه سعى خلالها للضغط من أجل التحقيق بشأن أعمال نجل جو بايدن المنافس الديمقراطي المحتمل لترامب في انتخابات 2020. وقالت الصحيفة إن ترامب مستعد لمعركة العزل التي كان توقعها منذ فترة طويلة. الصحيفة ألقت الضوء على توقيت خطوة الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، لا سيما أن الحزب كان منقسما بشأنها سابقا، ووصفت الصحيفة تحول العشرات من نواب الحزب بشأن العزل من الرفض إلى المطالبة به بأنه مفاجئ، خصوصا موقف رئيسة المجلس وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي التي كانت من أشد المعارضين لمثل تلك الخطوة. وأوضح التقرير أن الديمقراطيين لم يكونوا واثقين بشأن محاكمة ترامب تحت قبة الكونغرس بشأن تهم التواطؤ مع روسيا، إلا أن الفضيحة الأخيرة تتعلق بالعبث بالأمن القومي وباستراتيجيات الولايات المتحدة، وهو ما حرك عدداً من النواب ذوي الخلفيات العسكرية والاستخبارية. وقالت الصحيفة إن ترامب أوضح أنه مستعد لمعركة يتوقعها منذ فترة طويلة، واتضح ذلك بقوله إنها ستكون إيجابية له. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان يعرف بأن هذا الإجراء العزل سيأتي فقد بدا حتميا تقريبا، ولذلك عندما تم الإعلان عن أن مجلس النواب سيبحث اتهامه بجرائم كبرى وجنح أوضح أنه مستعد للمعركة، وزعم أنه حتى لو كانت معركة العزل سيئة للبلاد فإنها ستكون إيجابية له بتعزيز فرصه للفوز بفترة ثانية من الانتخابات الأمريكية. ونقلت نيويورك تايمز عن مايكل جي هاردت المتخصص في دراسة العزل بجامعة نورث كارولينا قوله: لقد كنا نتجه إلى بدء تحقيقات مساءلة ترامب بالكونغرس بلا هوادة، فقد دفع الرئيس سلطاته إلى ما وراء الحدود الطبيعية وكان يتجاوز الحد كثيرا في بعض الأوقات. وأضاف: لكن حتى بالنسبة له فإنه سواء تجاوز السلوك الأخير، فإنني أعتقد أن أغلب الباحثين من الممكن أن يقولوا إن الرئيس ترامب قد أخطأ. نهاية المقالات والبداية الآن. وصلنا إلى هذا الخبر. أصبحت ولاية ماساتشوستس رسمياً أول ولاية أمريكية تحظر ولو بشكل مؤقت بيع كل أنواع السجائر الإلكترونية، بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتي. وفي وقت سابق من هذا الشهر حظرت ولايتان ميشيغان ونيويورك تسويق السجائر الإلكترونية المنكهة فقط،
إثر تسببها بإدمان شديد للنيكوتين لا سيما في أوساط الشباب. وقالت شارلي بايكر حاكم الولاية الشمالية الشرقية الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية فيها إن الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويستمر حتى 25 من يناير كانون الثاني المقبل. وأضاف الهدف من القرار وقف عمليات بيع منتجات التدخين الإلكتروني بشكل مؤقت حتى نتمكن من العمل مع خبرائنا الطبيين لتحديد ما الذي يتسبب بالأمراض لمستخدميها والطرق الفضلى لتنظيم هذه المنتجات لحماية صحة السكان. اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، اختبرت تطبيقاً يرتكز على الجيل الخامس للإنترنت يوفر للمشجعين كل الإحصاءات على هواتفهم الذكية. وبفضل هذه التكنولوجيا الحديثة يوجه الجمهور والصحفيون في المنصة هواتفهم إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، يوجهونها نحو أرض الملعب فتظهر المباراة على شاشاتهم مع بيانات تفصيلية إضافية في الوقت الفعلي للمباراة، وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي وكل الإحصاءات الخاصة به، التمريرات الناجحة، المهدرة، عدد الكيلومترات المقطوعة. وأصبح ملعب فولكسفاجن أرينا الأول في ألمانيا الذي يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتابعون والصحفيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة عبر شاشة هواتفهم وليس من خلال النظر إلى أرضية الملعب. وقال أندرياس هايدن ممثل رابطة البوندسليغا: الأمر لا يتعلق باستبدال الأجواء الحالية لعيش كرة القدم، بل نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة. نذهب إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.